يا الله، المهم الإخوة هو معذرة، حصل انقطاع. نزيدو ترى نعاودو. أصل الإخوة حصل الانقطاع، ما على باليش منين. المهم ربما من الموقع، مانيش عارف وش الشي اللي صرا. كي صرا لك هكذا الانقطاع شوية يكون تأثير على الأفكار. الصوت راه مليح الإخوة. عيسى، كنت نتكلم وشفت واحد التعليق نتاعك، ولكن ما ركزتش معاه. إذا كان ممكن تعاود لي التعليق نتاعك في البث هذا الجديد، على جال باش لربما نعلق عليه. عاود لي اكتب لي انسخ، برك انسخ التعليق هذاك اللي درته في المداخلة السابقة، عاود انسخها انسخ ال ايوه واش قلت لي. تسأل عن رأيي فيما يروج له في حل البرلمان الذهاب للانتخابات الشرعية. قليلة، هل هي خيار للدولة لإسكات رأي عام، وهي عملية من أجل بدء تغيير فعلي في الدولة؟ دوك نجاوب عليها إن شاء الله. إذن الإخوة والأخوات، نعاود نرجع لواش كنت نقول. وقبل ما نبدأ نحكي على اسمه النجاح ولا الفشل نتاع الحركة. كانت هذيك كان هذاك التجمع اللي داروه هما في القاعة البيضاوية في الجزائر العاصمة، هذاك التجمع هو ساهم بشكل كبير في انفجار الوضع. وكانوا هما هذو المجموعة هذو نتاع الدول العميقة هذو، كانوا هما عندهم خيارات، ومن بين الأشياء اللي هما كانوا يحضروا لها، كانوا يحضروا في بنفليس، وكانوا يحضروا في وش اسمه هذاك علي غديري، وهذا بالعيد عبد العزيز هذاك، ونفسهم هذاك ميهوبي. المهم الجماعه هذوك اللي هما ظهروا فيما بعد كانوا يحضروا فيهم، كانوا مخليين الناس هما يمارسوا في العمليه نتاع التهريج، من بينهم رشيد نكاز، من بينهم هذاك غاني مهدي، من بينهم هذاك وش اسمه هذاك سبيسي فيك، الى غير ذلك من الناس هذوك اللي هما هذوك، واحد سنيه طايحين، واحد خنام فيهم مشركين، واحد كذا، كانوا هما مخلينهم هما يمارسوا في التهريج من اجل التغطيه على العمليه نتاعهم، وفي نفس الوقت باش يخدموا هذ المرشحين الحقيقيين اللي هما معولين عليهم. لما تشوف انت يا واحد انسان مختل عقليا، والله هذيك ما ترشح للرئاسه، واحدة طايح فمها، واحدة شاشة في منامة، واحد أوجه شيخ، واحد عيط له، واحد في السوق، واحد جابوه قهوة، واحد المهرج جابوه من تلمسان هكذا. المهم المهم يعني راكم شفتوا الأشكال هذيك، وراكم مشاهدين على هذيك الأشياء. كاين هما جانب اللي هما خادمينه، كاين الناس دافعينهم هكذا، قالوا روح ترشحوا وكذا، ويجيبوا لهم هما القنوات الفضائيه على جال باش هما يبينوهم، على جال باش يدفعوا الناس هما باش يعتقدوا باللي البلاد راحت، باش فيما بعد هما يدفعوا الناس ويوجهوا فيها نحو المرشح اللي حوسوا عليه. دوك لما جاء هذاك الحراك هذاك،
كاين فيه جانب مفتعل، هذه رانا قلناها منذ البدايه تاع الحركه، كاين فيه جانب مفتعل وكاين فيه جانب حقيقي، بمعنى انه ناس حابه هو انه يكون هناك فعلا جزائر جديده، يحوسوا على جل باش يكون هناك تغيير حقيقي، تكون هناك مؤسسات شرعيه، يكونوا ناس في المستوى على كل المسؤوليات، كانوا ناس يحوسوا على الخير للبلاد باختصار. في المقابل كاينين ناس هما محركينهم، الهدف نتاعهم هو الاختراق، الهدف نتاعهم هو نقل الكلام، نشر النميمة، ضرب هذا بهذا على جل باش هما فيما بعد يكسروا ويوجهوا ويجيبوا في ناس، يجيبوا في ناس قال مثلا واحد يكتب شعار يلا يعشيك في القنوات الفضائية ويعشيك في الصحف ويعشيك في كذا، في المقابل الناس تخدم من عشرات السنين وهي تناضل ليلا ونهارا ولا واحد يسمع بهم. لماذا؟ لأن هذ الناس فايقين للعب تاعهم وما يقدروش هما يوظفوهم وما يقدروش هما يمانيبيليوهم، هما يجيبوا ناس اللي مانيبيليوهم، الناس اللي ساهلين المانيبيلاسيون هما يجيبوهم، يجيبوهم واحد يعطيو له معلومات، واحد يغذيوه، واحد ربما حتى يعاونوه بالدراهم. ناهيك عن العملاء وناهيك عن الناس المرتزقة والناس المكلفين بمهمة، هذوك بلا 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 حساب. شاهد الحديث المهم، لما انطلق الحراك هما كانوا يدفعوا على جال باش يهيئوا الى تعفين الاوضاع باش يدخلوا هما في الوقت المناسب لازاحة القايد صالح والجماعة اللي معاه وهما يحكموا السلطة، هذو الجماعة نتاع الدولة العميقة. درك في وقت من الاوقات هذو الجماعة اللي هما كانوا مواسين مع بوتفليقة كانوا متناغمين مع قايد صالح وكانوا كما نقولوا متوافقين الى حد كبير. قلت لكم انا في كتابات وفي تسجيلات، قلت لكم انا بمجرد هو انه يتصارع هذو الجماعه نتاع بوتفليقه مع القايد صالح البقاء للاقوى، قلتها في وقتها ماشي ضرك. درك القايد صالح هما هاد المجموعه نتاع بوتفليقه حبوا على جال باش يستخدموا القوه، ودجا بدات تصرى بعض الاحداث في العاصمه، وراها مصوره بالفيديوهات، بدات تصرى وين انه لقاو ناس بالحجر، راكم شفتيهم دايرين عرار من ثم انتو حجر، بدات تصرى فيه ضرب، وكاين حتى موت كما هذاك واسمو هذاك بن خده، هذا قتلوه، بن خده قتلوه. انا عندي الصوره نتاعو وهو بالدم، قتلوه هذا، وقال لك باللي ها هو مات سكته قلبيه، قتلوه. المهم فيما بعد درك هذا القايد صالح هما كانوا رايحين ينحيوه، لانه درك هذو المجموعه اللي هما كانوا ينشطوا على جل باش يوصلوا بن فليس والله يوصلوا علي غديري واخرين، هما كانوا يراهنوا على مجموعه، هذه المجموعه وهذا الناس عندهم الملفات، لانه هذو هما كانوا في هذا الجهاز، نحكي على الاستئصاليين هذوك الشرفاء والناس اللي راهم يخدموا في خدمتهم من اجل الدفاع عن الوطن على عيني وعلى راسي البارح واليوم وغدوه، ما عندي حتى مشكله معكم، راني نحكي دائما على الجناح الاستئصالي الدموي اللي واحد من المرتزقه راهو هذا بن سديره، هذا واحد منهم، هذا واحد من الناس اللي هو موالي لهذا الجناح الاستئصالي الجناح الدموي. درك هما كانوا يبعثوا في معلومات، كانوا يسربوا في معلومات، ولعلكم سمعتوا هذاك التسجيل اللي سربوا هذا المرتزق هذا حول وش اسمه سلال وحداد. ما بعد استغل هذاك التسجيل هذاك الجماعه نتاع القايد صالح هذوك هما استندوا على الحراك، لانه الحراك كان هو يطالب بذهاب وش اسمه بوتفليقه، وسواء هذاك الجناح اللي راهو هو
هو قال مثلا يدعم في بنفليس ويدعم في غديري وهذاك عبد العزيز بن العيد وغيرهم سواء هذوك، والله الناس اللي هما ما كانوش ماشيين وراء هذوك المرشحين كلهم هما كانوا مجمعين على ذهاب بوتفليقة لأسباب صحية. كاين منهم اللي ربما لو كان بوتفليقة هو كان مثلا يعني بصحته كان يمشي ويتحرك ويتكلم، والله العظيم كاين الناس والله نقول لك بالك غل الأبد الأبدين ما عندهمش مشكلة. هو الشيء اللي دفعهم هو المرض نتاعو، المرض نتاعو، واستغل خوه الفرصة من أجل علاجل باش هو يتحالف مع أشخاص ومن بينهم حداد وسلال ويحيى وهلم جرى. درك فيما بعد هذاك الحراك بدا يفلت على هاد الناس اللي هما كانوا يحوسوا على جل باش يوجهوه ويمشيوه في الاتجاه اللي يحوسوا عليه، ومن بينها ايصال الجماعه هذوك اللي كيما كنت نقول لكم انا للرئاسه بدون بوتفليقه، كانوا هما يحوسوا فقط على جل باش يوقفوا العهده الخامسه. فاذا به شعب كسرت عنده العقده نتاع الخوف وبدات الناس تنشط تتحرك في الولايات المختلفة وفي الخارج من أجل تغيير النظام تغيير جذري. درك هاد الجماعة هذا سعيد بوتفليقة عاود على جل باش ينسجل الخيوط مع توفيق، لأنه عرف باللي القايد صالح هذا مش إنسان سهل، بالتالي لازم له ناس اللي هما عندهم ملفات عليه. درك هذا توفيق وكذا كيما كنت نقول لكم ان الجهاز تاع المخابرات هذا هو الجهاز الوحيد اللي هو يمتلك ملفات، الباقي كامل بلا بلا. جهاز تاع المخابرات هو الجهاز الوحيد اللي يمتلك الملفات، ملفات مختلفه، كاين الناس اللي هم مصورينهم بالفيديوهات في اماكن، مصورينهم عرايه، مصورينهم في الفنادق، كاينين الناس اللي عندهم هكذا كيثيقوا هما يروحوا للفنادق هذوك متزوجين مساكن هكذاك شباب جدد وكذا، ومن عندهم الملفات نتاع الابتزاز اللي هما يبتزوا بها. ولعلكم راكم تشوفوا في هذا المرتزق راهو مره على مره هو يهدد في الناس بملفات هذوك نتاع الابتزاز، لعلكم سمعتوا واش كان يقول على زكية محمد وغيره غيرها من الناس اللي هو مره على مره يسمع. هذا واحد من المرتزق ومن المكلفين بمهمة. درك كيما كنت نقول لكم انا لما بدأت تخرج المبادرة من يديهم الشيء اللي هو عطلهم الوسمو على جال باش هما يوصلوا لغديري والله بنفليس والله هو التأجيل تاع الانتخابات. لما هما داروا التأجيل تاع الانتخابات الجماعة هذوك دخلوا في الحيط. من بعد القايد صالح والجماعة اللي كانوا معاه وما طاحت لهم على القسطو، طاحت لهم على القسطو فيما بعد هم فرضوا الأمر الواقع على هذا سعيد بوتفليقة والتوفيق والنزار وهلم جرى، فرضوا عليهم الأمر الواقع بالقوة. درك هنا الان هنا انا هذه كانت مقدمه على جال باش نحكي انا على العوامل نتاع النجاح نتاع هذا الحراك والعوامل نتاع الفشل. العوامل نتاع النجاح نتاع الحراك واش هي؟ من بينها هي الوحده نتاع الصف، لازم تكون هناك وحده وطنيه حقيقيه، تكون الناس عندها مطالب مشروعه ومطالب محقة ومطالب مجمع عليها، يكون هناك تأطير الحراك، الناس اللي أطروا الحراك يكونوا ناس عندهم تجربة يعرفوا النظام معرفة صحيحة، يكون عندهم ثقافة، يكونوا يعرفوا هذه التحولات سواء على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي، يكونوا يعرفوا دواليب تاع السلطة، يعرفوا الألاعيب نتاع الأجهزة هذه ومن بينها
هذه الدول العميقة، يعرفوا العملاء، لأنه قادر واحد هو من هذا العملاء يقدر هو يدخل ويصير لك يأطر هو في الحراك، يكونوا يعرفوهم الناس، تكون عندهم تجربة سياسية. مش يجيني أنا واحد لا عمره لا حضر في ندوة صحفية ولا في جمعية عامة ولا في مؤتمر، ويجي هو يأطر لك حراك. الناس تكون عندهم تجربة سياسية، ومع ذلك لازم يستعينوا بشخصيات وطنية، شخصيات وطنية اللي ما هيش ملوثة بالفساد، لا الأخلاقي ولا المادي. شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة، شخصيات وطنية همها هو البلاد مش البرستيج ولا السلطة. هادو هما يدخلهم معاهم، يديروهم كي شغل معاهم هما في المشورة أو في حالة قال مثلا مفاوضات، ويكون هناك ضغط شعبي في الاتجاه الصحيح. فيما بعد الناس تعمل على الخيارات نتاع التغيير، ايضا نفس الشيء عندها العوامل نتاع النجاح نتاعها، وكاين العوامل نتاع الفشل نتاعها، وتمشي الناس وحده وحده من اجل تغيير حقيقي. لا ترتبط الناس بالمناسبات، لانه المناسبات مناسبه قال مثلا كيما دوك هذه نتاع 22 فيفري، هي مناسبة راها تاريخية، يقدر الواحد هو يستغلها، ولكن ما لازمش يعمل عليها. لأنه قادر أنت درك مثلا تروح أنت تدير نداءات أو قال بيانات، وربما ما تخرجكش الناس، كيفاش راح تدير أنت فيما بعد؟ ما لازمش أنت تربط روحك بالموعد. صحيح أنت يا لازمك تستغله في الاتجاه الصحيح، ولكن ما تربطش روحك به. هو مناسبة على جال باش قال مثلا ذكر الناس ببداية الحراك، ذكر الناس بالمطالب نتاع الناس اللي كانوا هما في الحراك، من بينها رفع القيود على النشطاء السياسيين، قال إطلاق سراح المساجين، قال عودة اللاجئين، قال فتح المجال السياسي والإعلامي، قال اعتماد الأحزاب هذيك الجديدة مثلا، إلى غير ذلك من الأشياء اللي هي تساعد على جال باش انت تزيد تدفع الى الامام. هذه مثلا جبتها هنا مثلا من بين المطالب، يعني على جال باش الناس فيما بعد هي تتوسع في هذا النقاش هذا وفي هذا المطالب. اذا كاين هناك عوامل نتاع النجاح، عوامل نتاع النجاح هي الرايه الوطنيه الواحده، لازم الناس تكون برايه وطنيه واحده، تخرج الناس في الداخل وفي الخارج، تكون مطالب ماهيش المطالب اللي هي تكون هي كيما نقولوا حاجز، خاطر كاين بعض المطالب قال مثلا انا مثال، انا على بالكم باللي ساعه نتكلم في بعض الاشياء ربما كاين ناس ما يعجبهمش حل، لكن نقولها. قال مثلا مجموعه في بني مزاب قال مثلا يجيبك مطلب، قال مطلب قال اعتماد المذهب الاباضي. هذا ممكن انت تناقش هذا الموضوع، ولكن مش درك. انت لما انت ديروا ضمن المطالب وتقول انا نمشي ولا نكسر، راك راح تساهم في التكسير تاع الحراك. يولي بدل من انه هذا العمل هذا قال ربما كي تدرجوا في وقت لاحق، لما انت تدرجوا الان راك راح تساهم انت في تكسير الحراك. قضيه هذه تاع الرايه الامازيغيه نفس الشيء، تدخلها انت راك راح تكسر الحراك، خاطر كاين ناس اللي ربما تقنعهم، قال الناس تقدر تقنع انت يا قال دير الرايه حطها مع الرايه الوطنيه، ولكن في اماكن واحده اخرى والله ربما قدر حتى يقتلك. بالتالي كاين اشياء اللي لازم الانسان يفيتيها، اشياء اللي هي تساهم في الوحده، ومطالب تكون مطالب عامه ماشي مطالب فئويه ولا مطالب جهوية، مطالب عامة تاع ناس مجموع التراب الوطني. قال مثلا انت مثلا كي تقول انت حرية الإعلام، فهمت؟ حرية الإعلام تقولها هكذا، لكن كي تقول انت حرية الإعلام ولا بد من اعتماد جريدة تاع هارتس، يقول لك الناس السي محمد هذه الحرية الإعلام تحوس عليها انت، فهمتني؟
تكلم في إطار عام، كاين مطالب عامة أنت تناقشها وتوضحها من بين المطالب، ويكون هناك قال مثلا ميثاق بين هاد الناس اللي راهم درك هما يحوسوا على الحراك هذا انه ينجح. ميثاق قال هاد الناس النشطاء في الداخل وفي الخارج في خطوط عريضة، قال عدم التطرق مثلا شخصيات تاريخية، قال مثلا في مثلا ساحات عامة نشوفوا ناس تيجي لك واحد يسب لك في بومدين واسمه ويمدح لك في عبان رمضان، يسب لك في مصالي ويمدح لك في كريم بالقاسم، يسب لك في الامير عبد القادر ويمدح لك في فرحات مهني، والى غير ذلك من المسائل. هاني جبتها كامثله. انتايا كاين لازم يكون هناك ميثاق. قال سي محمد حنا ذكرنا في اطار وطني، كاين بعض الاشياء اللي ما تتكلمش عليها انتايا الان، ربما انت في وقت لاحق لما انت قال تركح الامور تبني المؤسسات نتاع الدوله، فيما بعد تطرح المواضيع وتتناقش الناس في كل المواضيع تتناقش فيها، ومن بعد راه قال كاينه مؤسسات، كاينه هناك قوانين، وتروح الناس واحده واحده للمنافسه. العوامل نتاع الفشل دوك حنا لما حنا نتحدثوا على العوامل نتاع النجاح يقابلها في المقابل العوامل نتاع الفشل الاضداد نتاعها. يعني دوك مثلا كي حنا نتحدثوا نقولوا حنا من بين العوامل نتاع النجاح نتاع الحراك هي قال مثلا الوحده الوطنيه، المقابل نتاعها هي الفرقه، هي التنازع، هي الجهويه، هي العنصريه الى غير ذلك. اذا العوامل نتاع الفشل هي ضد العوامل نتاع النجاح. هذه باختصار باش ما نضلش نعاود في نفس الكلام. ولازم الانسان هاد الناس اللي راهم درك هما معروفين بالولاء نتاعهم للسلطه او شاركوا في وقت من الاوقات لدعم بوتفليقه ودعم هذه العصابه نزار توفيق كذا، هذو لازم الواحد يفيتيهم كائنا من يكون. روح خويا بعد اللي تحوس على التغيير خلي وجوه جديده. البارح انت كنت معاهم، كنت تكسكس معاهم، كنت تدي في الملفات وتدي في الدراهم وتدي في كذا، وجاي الان لا تحكي لنا على الجزائر الجديده. انت راك واحد من الناس اللي ساهموا في هذه الخيبات وساهموا في هذه المآسي وساهموا في هذا الجراح وساهموا في هذه المأساة اللي حلت بالشعب الجزائري. جاي الان دوك انت تخطب في الشرف، روح بعد الهي. صحيت الاخ طارق، ربي يبارك فيك، تحياتي ليك وللعائلة في البرج. اذا هذا الناس اللي راهم درك هما يحوسوا النجاح نتاع الحراك لازم هما يديروا له العوامل نتاع النجاح نتاعو، من بينها هي اللحمة الوطنية، راية واحدة تتحدث الناس بمسؤولية، تبتعد الناس عن الخطابات هذيك نتاع التحريض، خطابات نتاع الحقد، خطابات نتاع الفرقة كامل، له كامل سواء عرب ولا قبائل ولا شوية ولا توارق ولا كذا، الناس كامل تتحدث في إطار وطني تحت مظلة تاع راية وطنية. كاين بعض الأشياء اللي لازمك أنت تخليها لوقتها، ما لازمش أنت تحكي عليها الآن، لازم الناس تتناقش تدفع إلى الأمام. يا خويا أنت عندك مطالب مشروعة في إطار وطني على كما يقولوا على العين والراس، أما باش تجي أنت تفرض منطق نتاع جهة تفرضه على المستوى الوطني، أو تجي أنت عندك الرؤية نتاعك أنت تفرضها على المستوى الوطني، لا، تتحدث الناس في إطار عام. قال دوك مثلا هذا الميثاق الوطني تتناقش عليه الناس، قال الميثاق، قال يا ودي عدم تطرق لكذا، عدم تطرق مثلا الأشياء اللي هي تثير بلبلة لا سيما المتعلقة بالهوية، لا سيما المتعلقة بالتاريخ واللغة والوطن والدين وكذا، وتتناقش الناس على خطوط عريضة تتفق عليها ويمشيوا الناس كامل في الحراك. هذيك الشعارات الوطنية مرحبا بها، الشعارات اللي هي تثير الفرقة، يا صاحبي انت يا قال لي جايب لي انت يا هز لي شعار هكذا وحبة عام وانت جنرالات الا بوبيل، واش بيه؟ مع انت باللي راهو
اي جينيرال لاكوبل، رايحين هما ينتظروك، رايحين هما يبقاو يستناو فيك من تكون انت على جال باش انت تجي انت دير شعار وتجي باش انت تعمع المستوى الوطني. في من راك تخدم؟ راك تخدم في هذا الناس، صحيح الاخ فريد، راك تخدم في هذا الناس. اذا كان تحوس انت فعلا، تحوس انت على الحركة باش ينجح، لازمك تبعد على مثل هذه الامور، تبعد انت على الاستفزاز، استفزاز نتاع قوة نتاع الشرطة ولا نتاع الدرك ولا نتاع الجيش ولا كذا، قال انتم خاوتنا مرحبا بكم كذا، ما تدخلش انت في صراعات معاهم، راك انت تدير في الحركة نتاعك، ديروا بطريقة سلمية وبطريقة حضارية، والطريقة السلمية والطريقة الحضارية مش غير فقط رفع اللافتات. الناس اللي انا دوك مثلا كنت نشوف فيهم مثلا الاخوه في البرج وفي مدن واحده اخرى، لما انت دوك مثلا انت تروح قال مثلا تقوم بعمليه تطوعيه، خاطر كاين بعض من الناس انت دوك لما تقول له الكلمه هذه يقول لك يا روح حوس غير على الثوره، خرج ليها الربيع يعني يكسيك بركك ما تضل الدور بوش دروات. اذا تحوس على الحراك السلمي، تحوس على الحضار الحراك الحضاري، الحراك هذا لازم يكون في كل الاتجاهات، كون حراك قال ثقافي، حراك سياسي، فهمت، حراك سياحي، حراك اعلامي، حراك في كل الاتجاهات، وناس كل واحد في التخصص نتاعو. قال لك مثلا الناس هما يقوموا مثلا بولايه في ولايات، قال مثلا تنظيف ما على باليش انا مسابح، تنظيف قال مثلا حدائق، قال مساجد، قال شوارع، تعاون، قال مثلا واحد زوالي يبنيو له والله يعاونوه وكذا، تقوم انت يا باش الشعب انت يثق فيك، باش الشعب يثق فيك، يثق فيك هو انك انت هذه تاع الدوله المدنيه ماشي عسكريه ولا تاع جينيرو الله بوبل تقعد انت تردد في شعارات هكذا، الشعب راه راح يثق فيك، ما يثقش فيك الشعب، الشعب يحوس على بديل اللي هو احسن من هذ الناس اللي راهم في النظام. اذا كان هذا النظام الناس راهم فيه معذرة، ربي يبارك فيك الاخ فريد، تحياتي الناس بثنا، فهمت. اذا كان دوك مثلا الناس راهم درك هما في النظام، راهم هما يمارسوا في الظلم ويمارسوا في الحقرة ويمارسوا في المحسوبية ويمارسوا في الرشوة ويمارسوا في المعرفة ويمارسوا في المحرمات وكل، ويمارسوا في العمالة ويمارسوا في الجوسسة ويمارسوا في كلش، الناس هذو اللي جيو لازم يكونوا العكس نتاعهم، مثل ما كنا دوك حنا نحكيو على العوامل نتاع النجاح نتاع الحراك والعوامل نتاع الفشل. ماشي انت دير للعوامل نتاع الفشل وتنتظر هو انه الحراك ينجح، ما ينجحش، تراك دير له في العوامل نتاع الفشل نتاعو، اللي هي الفرقة، اللي هي التنازع، اللي هي التجسس، اللي هي التشويه، اللي هي التكسير تاع المبادرات، التحطيم تاع الناس الى غير ذلك. ما تقوليش من بعد انت الحركة وفشل، تراك دير له في العوامل نتاع الفشل نتاعو، وانت دير له العوامل نتاع النجاح نتاعو. دوك انت كي دوك انت تكون انت ضد الناس اللي راهم في النظام مثل هذه الاوصاف اللي كنت نحكي لك عليهم، من حقك، لكن انت جيب انت بالممارسات الجديدة اللي هي انت تحارب الرشوة، تحارب البني عميس، انت تنشر الكفاءة وتنشر النزاهة وتعاون الناس المخلصين اللي راهم يخدموا في البلاد، سواء كانوا في الجيش ولا في الشرطة ولا في المخابرات ولا في المؤسسات نتاع الدولة المختلفة، تعاون الناس اللي راهم يحبين يخدموا البلاد، تعاونهم